وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم رزقتني تا ينوم الدكل كي خاي تزليت يعني يومين ورتي الزلي دابا رزقتا إنك إزا ممكاريس كراستي الزلي إزا كلو سرسي جي ورسي كمل سيان الدور نيخت كي قد صلاة إزالتي عودة سيغد ما رزكر. قبل جواب السؤالات علاش إلا غسيخا يومين ورتي الزلي يغدو ربي غير الأخر الحالة الحرجة بحال الا خص السبيطار الى الغيبوبه يومين وري الزولي ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام وري الزولي الى الغيبوبه وردي عقل لقت لي دي الزولي راستي الزل ولا شيء عليه زعما من كسر راستي دي خضو الحاريات اللي قال الحال الغيبوبه الى سيكي وراستي الزل يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. اما عم قال لك التنين بعد مدن يخصك يقطع زلت الزولة يعاود الزولة الدور يعاود الدور الزول العصي يعاود العصر يكمل العدد اللي تطفر فليس عليه دليل. اذا الانسان اللي خاني الصلاة سلعو درا للغيبوبة يخصص الزل قلنا درسي للعقل لان الصلاة متعلقة بالادراك والوعي والعقل الانسان ما حد العقل كاين صلاة كاينة ولا عذر في تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. درختي في الرب سبحانه وتعالى غالحالة الحرب اللي كان أصعب الظروف وتبلغ الروح الحناجر ومع ذلك أرتي في الرب سبحانه وتعالى. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذا شوف الحال الحرب يا ربك اللي سيدنا ربي سبحانه وتعالى ورقي سيفاز الصلاة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولأخذوا حذرهم أسلحتهم. إلى درجة في بعض الظروف الحرب إنما هي التكبير والإشارة بالرأس إلى القبلة وإلى غير القبلة فكيف يسوء وكيف يجوز للإنسان أن يترك الصلاة؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها متى ذكرها وليس له كفارة إلا ذلك فقط. سل أعدل الدرن خلال العذر اللي نبدأ الغيبوبة تابع للنوم مثلا لأن قياسا على النوم لأن في إدراك العقل فيه عفوا غياب العقل. فكما أن النائم إذا نام رفع عنه القلم كذلك أن الإنسان الذي في حالة غيبوبة رفع عنه القلم حتى يسترجع وعيه وإدراكه وحتى يسترجع النائم يعني يقظته. إذا من نام عن صلاة أو نسيها وليت نست ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا لقت لي من نام عن صلاة أو نسيها فكفارة أن يصليها متى ذكرها استزل لقت لي ذنكر غير تسلقت لي ذكسي ورسولي لك العذر الثالث. ما العذر اللي نبدر الغيبوبه غير الانسان في السبيطار زول نسال الله العافيه والسلامه يوقع يسكن الجلطه ولا كان الغيبوبه ولا كان حادثه تسير وردي عقل غلين عاش العنايه المركزه الا بعد يومين وثلاث ايام راه تيقضوا. من غير الحاله لا يجوز للانسان شرعا ان يترك صلاه واحده. يقول الفقهاء كابن تيميه وغيره من المحققين من ترك صلاه واحده حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي مقبول فلا يصليها وإن صلى ألف مرة لا تقبل منه. وقد يستغرب الإنسان هذا الجواب لكن الذي جاء مثلا إنك هاتي أرزو ليخ الظهر أبا السيد دا الفقير الجامعي نيس الله يجزك بخير راه ما صليت الظهر ماشي الفقير يقول لها سير صلي والفرض يقضى أبدا وبالتوال صافي. لا بد من الاستفسار علاش أخويا ما صليت الظهر في الوقت ديالو دابا راه حنا في المغرب مثلا نسيت سير صلي ماشي مشكل لا عليك يعذرك ربك. ولذلك الإنسان لما يقرأ قول الله عز وجل ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا يجيبه الله ويقول قد فعلت ويسين يشكدي نيسى بس الله يجزك بخير ما صليت العصر وهذا بقى الله العشاء تذكرت بأن ما صليت العصر علاش كنت ناعس وهذا بقى يلا فكرت فيه كنت ناعس وقت العصر نقول يسير صلي أعذرك ربك سبحانه وتعالى ويسكرد ورزوليخ العصر
علاش هو غير البيع الشراء واللي يدير دارو اللي يدير سيكرا الفلاحه غير غير بزغين غير غير الى اخره. هنا هو محل السؤال. الفقهاء غير قالنا اننا كستوري ستوري الزل يخطي الزل لا تقبل منه. علاش؟ لان لا عذر له. ما الزل يسكر، هذا هو بيت القاصد. ما الزل يسكر السيد اللي فرط في جنب الله عز وجل. يقول الفقهاء بأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. سكرت الكبيرة مقر. كيف يتحلل منها؟ كيف يخرج من هذه الكبيرة؟ التوبة إلى الله عز وجل أن يصطلح مع ربه. أي توب ربي توبة نصوحا. في الذنب اللي يسكر. أشكر بأنك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي توب توبة نصوحا. أي ومن بعد يكثر من النوافل. من نوافل الصلاة. أيوة أن لا يعود لمثل ذلك. وربه سبحانه وتعالى يقبل توبته، والله سبحانه وتعالى كيفرح بالتوبة ديال العبد. إذا نرجزنا اللي خان الصلاة ثلاث أيام ما فسخة. يغسخة بلا عذر شرعي يخصيط بربي سبحانه وتعالى توبة نصوحة، والله أعلم.